دلوقتي المسألة التانية فيها فكرة شوية. احنا دلوقتي اعتقد هيبقى عارفين احنا ايه الإطار بتاعنا. يعني مثلا 100 دي دي سبندل، السبندل ده المسافة بين البيرنج الأولاني والبيرنج التاني من الرير بيرنج والفرونت بيرنج 600، دي مين دي 600 دي دي ال، ومسافة بين الفرونت بيرنج ليه آخر جزء اللي عليه فورس 200، يبقى دي مين دي السي، ادي ال وادي السي. وقايل لي ان هذا البيرنج سوري هذا السبندل له اي ب 207 جيجا باسكال، معمول من ستيل، والستيل المودلس اوف الاسيست بتاعته يونج مودلس 207 جيجا باسكال. ركز بقى معايا شويه، السرعه كانت 1200، يبقى دخلنا في حاله الدايناميك. وانس ان في سرعه بقى في حاله الدايناميك، لقى ان الديفليكشن ب 20 مايكرومتر. الله، لا ان الكلام اختلف. احنا على طول كنا بنعوز نجيب الديفليكشن ومنه نجيب الاستيفنس، وحتى في المسائل هتحلها في البيت هو عايز ديفليكشن وانت تجيب ستيفنس. لا هنا المره دي مديني ديفليكشن. السؤال بقى الديفليكشن اللي دول ده ستاتيك ولا دايناميك؟ ما احنا اتفقنا مش في سرعه يبقى ده دايناميك ديفليكشن. يبقى عند سرعه 1200 لقى ان الدايناميك ديفليكشن ب 20 مايكرومتر، رغم انهم قالوش دايناميك بس انا عرفت ان هو دايناميك. ليه؟ لان في سرعه مديها لي ب 1200. وما السرعه زادت ل 1800، زودنا السرعه بقى خليناها 1800، لقينا ان الديفليكشن حصل له ايه؟ قل من 20 مايكرومتر ل 5 مايكرومتر. يبقى هو مديني حالتين، حالتين والحالتين دول بتو ديفليكشنز وبسرعتين، ديفليكشن قل عند سرعه زياده وديفليكشن ب 20 مايكرومتر عند 1200. وقال لي خلي بالك ان التو بيرنجز دول ار ريجيد والسيستم دامج نيجليتد، يعني الام الاكزيتا دامج ريشيو بزيرو. عايز ايه هو مني؟ عايز هو قيمه الناتشر فريكونسي الاوميجا ان بس ان هرتز، يبقى هو مش عايز اوميجا ان، هو عايز اف ان. عايز الاستاتيك نص ديفليكشن، طب ما هو اكيد ما هو دي دايناميك، يبقى هو عايز مين؟ الاستاتيك. وعايز الفاليو بتاعت الفورس. المساله اللي حصل فيها دلوقتي ركزوا معايا بقى عشان دي بيور فايبريشن. المساله دي جت في امتحان 2009 وفي امتحان فاينل 2017 امتحاننا يعني. ايه اللي حصل؟ ادي الجسم اهو، ادي التو بيرنجز 600، وادي الجرايندنج الجسم الفورس محطوط على اخر الجسم والمسافه بينهم 200 ملم. فاكرين الجراف ده؟ الرسمه دي، دي الرسمه بتاعت الفايبريشن امبليتيود مع الفريكونسي او مع التايم السبكترا. ايه الفكره كلها؟ ان انا كان عندي دايناميك ديفليكشن ب 1200، قيمه الديفليكشن يعني كانت ب 20 مايكرومتر عند سرعه 1200. وبعد كده اما وصلت ل 1800 ايه اللي حصل ديفليكشن؟ شفتوا قل ازاي؟ قل بقيمه كبيره يعني، قل لثلاث ارباعه يعني، قل ثلاث ارباعه، ده من 20 ل 5. ايه اللي خلاه يقل كده؟ دي بالفهم البحث. اول حاجه مش فاكرين الرسمه دي، ايه الرسمه دي؟ ان كانت علاقه بين الامبليتيود بتاع الفايبريشن وبتاع الفريكونسي، ان الامبليتيود بتاع الفايبريشن يقعد يزيد 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 لغايه ما يوصل للناتشر فريكونسي اللي هي الزون دي. الزون دي لو عرفت تعديها سيف، ايه اللي هيحصل لقيمه الفايبريشن؟ هتقل، والديفليكشن ايه؟ هيقل، والسرعه هتزيد، يبقى هعرف اشتغل عند سرعات عاليه ومن غير ما اخاف من وجود ايه؟ فايبريشن عالي او ديفليكشن عادي. ده اللي حصل هنا، ده اللي حصل فعلا هنا، ان خلى الديفليكشن ينزل من قيمه 20 مايكرومتر ل 5 مايكرومتر، ان هو عدى مرحله ايه؟ الخطر، عدى مرحله الريزونانس، فاصبح يشتغل في السرعات العاليه براحته وبقيمه ديفليكشن ايه؟ قليله. يبقى ايه اللي حصل من 1200 ل 1800؟ 1800 دي سرعه بعد الريزونانس، و1200 دي سرعه قبل الريزونانس. فالسرعه قبل الريزونانس كانت قيمه الديفليكشن عندها ايه؟ عاليه، كاننا مثلا موجودين في الريجن دي. وبعد ما عدينا الريجن بتاعت الريزونانس، ايه اللي حصل للديفليكشن؟ قيمته ايه؟ زي ما ماشي مع السهم كده، قلت جامد لغايه ما وصلت ل 5 مايكرومتر، دي عند سرعه ايه؟ عاليه. انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان الاكزيت عندي بزيرو، وبقى عندي القانون في الواي دايناميك يساوي روت 1 ماينس ار سكويرد اور سكويرد، يعني مودرس اوف ار سكويرد. السؤال بقى انا هشتغل عند ار سكويرد ناقص 1 ولا 1 ماينس ار سكويرد؟ هشتغل عند ار سكويرد ماينس 1. ليه هشتغل عند ار سكويرد ماينس 1؟ لان انا هنا عديت الريزونانس، انا هنا معدي الريزونانس ال 1800 ار بي ام دي، يبقى انا عديت المنطقه دي اللي كان عندها الديفليكشن عالي وبقى قليل جدا، وصل لكام؟ ل 5 مايكرومتر بالسكند. فافتر ريزونانس الديفليكشن ديكريزز اس سبيد، ايه اللي حصل لها؟
زد، يبقى شغال عند قيمه بعد الريزونانس. يعني ايه قيمه بعد الريزونانس؟ يعني الار اكبر من واحد، الار اكبر من واحد، يبقى عم احط ار سكوير ماينس 1 ولا 1 ماينس ار سكويرد؟ ار سكويرد ماينس 1. ليه بحط ار سكوير ماينس 1؟ عشان ار اكبر من واحد. فحل المساله دي، مره عند الواي دايناميك ب 20 وار سكويرد ماينس 1، ومره عند الواي دايناميك بكام؟ ب 5، واقسمهم على بعض. هتلاقي ان الواي ستاتيك هتروح مع مين؟ الواي ستاتيك. بس انا دلوقتي مش عايز ار، مش عايز ار دي، انا عايز اوميجا على اوميجا ان. اوميجا بكام؟ في الحاله دي 2 باي ان على 60. ال ان عندي يبقى 1200، يبقى بكام؟ يبقى 1800. حلها مره ب 1200 ومره ب 1800، في الحاله الاولانيه 1200 وفي الحاله الثانيه 1800. هيطلع لي في الاخر لما اقسم واعمل سمبليفيكيشن للمعادلتين دول مع بعض، هلاقي ان انا اوصل في الاخر لهذا الشكل، ان 20 ار 1 سكويرد ماينس 1، اللي هي كان اخدت بالظبط ده ضربته في ده، واخدت ده ضربته في ده، والواي ستاتيك هتروح مع الواي ستاتيك. هتاخد شيء منطقي يعني، لان الواي ستاتيك ثابته في الاثنين. ف 20 اوميجا 1 سكويرد على اوميجا ان سكويرد ناقص 20 هيساوي 5 اوميجا 2 سكويرد على اوميجا ان سكويرد ناقص 5. طب ها وانا الاوميجا ان عندي بكام؟ يعني قيمة اوميجا ان عندي بكام؟ اوميجا ان هنحسبها ان هي عن طريق ان انا من القانون عندي فوق اهو الراحة كده، عندي الدايناميك ديفليكشن وعندي الان والكلام ده، هقدر اجيب اوميجا ان بكل سهولة اللي هي ار بيساوي اوميجا على اوميجا ان. طبعا الاوميجا ان عن طريق قانون ريلي، القانون اللي احنا قلناه ده القانون الطويل هيبقى جيفن، هتعوض فيها تجيب اوميجا ان. طيب اف ان عايزها ازاي؟ اوميجا ان على 2 باي، مش 2 باي اف بتساوي اوميجا ان، يبقى كده جبت اف ان هو عايزها بالهرتز. ده كده اول سؤال. طب انا مش ده برضو يعني اللي احنا بنوصله في سبين ده في الاخر؟ احنا عايزين ستاتيك ديفليكشن. الستاتيك ديفليكشن ده اجيبه ازاي؟ قال لي هتعوض في اي قانون من القوانين. مش انت عندك واي دايناميك بتساوي ستاتيك ار سكوير ناقص 1؟ يفضل يفضل يعني تشتغل عند ان واحده، يعني تشتغل عند 20 اوكي، اللي يفضل انا رايي الشخصي تشتغل عند 5، لان دي اللي كان فعلا بعد الريزونانس، بس الاثنين هيدوك نفس النتيجه. وتحط قيمه ار اللي هي اوميجا على اوميجا ان، اوميجا اللي احنا اوميجا ان احنا جبناها من القانون بتاع ريلي، واوميجا في اي حاله بقى، شوف لو انت شغال في الحاله الاولانيه بتاعت 20 يبقى 125.6، لو في الحاله بتاعت الخمسه تلاقي 188.5. هنا في المحل اشتغلنا عند 20 يبقى 125.6، لان ار قيمتها 1.31. فهطلع واي ستاتيك بكام؟ ب 14.322 مايكرو متر. طيب الواي ستاتيك دي اللي هي واي 1 بلس واي 2 بلس واي 3، واي 3 ب 0. قال لي ان واي 2 ان هي انفينيتلي ريجيد، ان البيرنج ار ريجيد، يعني البيرنج مش هيبقى فيهم ديفليكشن، يعني مش هتغيرقوا، يعني الواي 2 ب 0. دي معنى كلمه ان هي انفينيتلي ريجيد، يعني الواي 2 ب 0. يبقى الستاتيك ديفليكشن اللي هو 14.322 ده كله عائد على مين؟ على واي 1 اللي هي كان قانونها مين؟ اف سي سكويرد ال زائد سي على 3 اي اي. اذا ال 14.322 مايكرومتر هحولها لمليمتر، هضرب 10 باور نيجاتيف 3 في الاف في سي سكويرد عندي اللي زائد سي عندي 3 اي مديها لي جيفن الاي باي على 64 في 60 باور 4 اللي هي باي على 64 دي باور 4 لانه مش هولو ده سوليد، فهحط بس الدي كابت اللي عندي في 60 اعرف اجيب الكاتنج فورس بتاعتي. اذا ايه اللي حصل في المساله تاني في السريع كده؟ احنا شقلبنا الدنيا، هو اداني تو زونز، واحده الواي دايناميك فطبعا مديني السرعه بس هو واي دايناميك، وقيمه قبل الريزونانس وقيمه بعد الريزونانس. عرفت منين ان دي قبل الريزونانس وعرفت منين ان دي بعد الريزونانس؟ التغير الحاد اللي حصل في الدايناميك ديفليكشن. انا كان عندي دايناميك ديفليكشن قيمته 20 مايكرومتر كاني شغال في الزون دي، وبعد كده لقيته نزل ثلاث ارباعه لغايه ما وصل ل 5 مايكرومتر. يبقى ايه اللي حصل؟ ان انا كان عندي زي الفايبريشن امبليتيود كده، الفايبريشن كان عالي 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 لغايه ما عديت مرحله الريزونانس، وعند سرعات عاليه اللي هي 1800 دي مثلا، ايه اللي حصل لقيمه الفايبريشن امبليتيود والديفليكشن؟ القيمه بتاعتهم قلت، يبقى شغال بعد الريزونانس. ليه بقول الكلام ده؟ عشان عارف ان انا عندي الاكزيتا بقت بزيرو، لان هو قال لي ان انا الكليكشن للدامبنج، فبقى القانون عندي تحت بقى ده. الكلام ده كله كان روت 1 ماينس ار سكويرد اور سكويرد، السكويرد هيروح مع الروت في مودولس، فانت هتشتغل في حاله يا 1 ماينس ار سكويرد يا ار سكويرد ماينس 1. ايه اللي يخليني اعرف ان انا شغال ار سكويرد ماينس 1؟ ان انا شغال بعد الريزونانس، يعني قيمه الار اكبر من واحد. فعشان كده عشان عند انا واحده ار سكويرد ماينس 1، واعوض مرتين، مره في حاله ال 20 ومره في حاله ايه؟ ال 5، والواي ستاتيك
في هذه الحالتين هيبقوا ايه؟ ثابتين. واضرب هنا واضرب هنا، هتلاقي ان القيم كلها عندي 20 اوميجا 1 على اوميجا ان سكويرد، اوميجا 2 على اوميجا ان سكويرد. اعوض من الكلام ده اقدر اجيب مين؟ اوميجا ان. ونقارنها برضو بريلي، بس بين الحالتين دول هعرف اجيب مين؟ اوميجا ان، لان اوميجا 1 عندي واوميجا 2 عندي، هعوض هنا في القانونين دول هجيب منهم اوميجا ان. هلاقي ان اوميجا ان على 2 باي بيساوي اف ان. طيب بعد كده الواي دايناميك بيساوي واي ستاتيك ار سكويرد ماينس 1. عوض في اي واحده، عوض في ال 20 او عوض في الخمسه، يعني ممكن تشيل ال 20 دي وتحط بدالها خمسه، بس خلي بالك ال 20 دي كان قدامها اوميجا 1 بكام؟ 125.6، والخمسه كان قدامها اوميجا 2 بكام؟ 188.5. يعني انا لو حليت دلوقتي بدل 20 دي حطيت خمسه، هشيل الاوميجا دي واحط بدالها كام؟ 188.5، واعوض واجيب قيمه للواي ستاتيك. وهو قال لي ان واي ان البيرنجز ار انفينيتلي ريجيد. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني ان البيرنج ديفليكشن بزيرو، ان انها ريجيد مش هتتحرك من الاخر انفينيتلي، هو رماها لك قال لك انها مش هتتحرك، فيبقى الديفليكشن كله عباره عن مين؟ عن سبين ديفليكشن. عوض في القانون تعرف تجيب الفورس. اتمنى ان الناس تكون فهمت السكشن. هتحل ان شاء الله رقم 3 و4، وهم اسهل بكتير، دونت وري، هم اسهل بكتير من رقم 1 و2. شكرا جدا ليكم، وان شاء الله نتقابل اسبوع بعد جاي. سلام.